سبب الانتصاب ديالي في الملف هو انني تلقيت واحد طلب ديال النيابه من بعض المشتكيات بالاضافه الى زملائي في هيئه الدفاع، منحوني الثقه بانني نكون بجانبهم في الدفاع في هذه القضيه التي اصطرح عليها بقضيه القرن، ولكن قضيه القرن فيما يتعلق بحجم الجرائم الجنسيه الخطيره اللي كتهدر الكرامه الانسانيه، لان التجاره في البشر جريمه خطيره، جريمه دوليه، فيها يتم امتهان الكرامه الانسانيه، يتم امتهان الشرف، يتم امتهان الضمير الانساني المغربي والعالمي الذي يتقدم هذه الجرائم، لانها ارتكبت بعنف وارتكبت بسلطه، سلطه المسؤول. المفترض ان هذه مقاوله صحفيه، النساء يعملن بشرف وبضمير وبكرامة، للأسف تم الانتقال إلى أن أصبحت مقاولة إجرامية جنسية ترتكب فيها أشد الجرائم خطورة على الشرف وعلى الأرض وعلى الكرامة الإنسانية، وتحولنا من مقاولة صحفية إلى مقاولة إجرامية جنسية. وأنا كنقول شخصيا ليس هناك فرق بين أن ترتكب الجريمة في الشارع العام كما رأينا بالنسبة لحادثة بن قرير، وبين أن ترتكب في أماكن وتيرة وفي ظاهرها أنها غير مرئية، ولكن كانت الشجاعة، خصنا نوجه الشكر للمشتكيات اللي كان عندهم الشجاعة بأنهم ينقلوا ما عانيناه طوال يعني واحد سنتين او اكثر من جرائم، مسات الشعور ديالهم، مسات الشرف ديالهم، مسات العرض ديالهم، وهما هاد الناس هما يعني كانوا واحد الصد لهاد الجرائم حتى لا يتكرر هذا. ونتمنوا من العداله توفر المحاكمه العادله للجميع بما يضمن تطبيق السليم للقانون وتحقيق العداله والضرب بحديد على طبيعه الحال. طلعت على الملف، طلعت على وسائل الاثبات، وسائل الاثبات في هذه الملفيه وسائل اثبات علميه، وكما تعلمون وسائل الاثبات العلميه لا تكذب، هناك فيديوهات بالساعه وبالثانيه وبالدقيقه والاوصاف، يعني حينما تقرا تشعر بالتقزز، ممارسات جنسيه شاده على امرأة حامل بالعنف، يعني هذه كلها ممارسات من الزمن الغابر، نتمنى الا تتكرر وان يتم حمايه النساء من ضحايا الاعتداءات الجنسيه مثل هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي لم يسبق لها مثيل إلا ما رأينا في حج تبز.